السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ كريم بخير؟ بخير الحمد لله. ولي واش هاد الاحتفاليه بعاشوراء واش حرام ولا حلال؟ ولا ما لا يجوز الاحتفال بعاشوراء في شي عادات سيئه، سنه وماشي سنه وبدعه. هذاك النهار وكاين اللي كيحتفل بها الاخ، كيشري لولادو مثلا داك القنبول وكيقول لهم انتم احتفلوا، ولا كاين اللي كيشعلوا دوك البنوات ويديروا ديك الشعاله. هذاك الشيء من هذاك من افعال اليهود، هما اللي كيديروا داك الشيء. اما المسلمين كاين الصيام، عندك تسعة وعاشوراء قبل وبعد. لما ما صمتيش تسعة تصمت عاشوراء وتصم 11. لما صمتيش بعدا كنت تختلف مع اليهود، حيت اليهود كيصوموا نهار عاشوراء. ودوك الناس اللي كيبداو يطبلوا، يعني كيديروا البنادر والتعارجوا وكذا، كيبداو كيقولوا ديك ديال عاشوري عاشوري. لا لا لا، هذاك ما لا صح على في الاسلام. الدين مبرأ من داك المسائل هذيك. الاسلام واضح، في يومين ديال عاشوراء، في يومين ديال الاجر، يعني هو الصيام. والصيام صافي. احتفاليه اخرى بهذا الشيء ديال كيشريو الفاكهه، هذا الشيء ديال القرقاع واللوز. ودابا هذاك تسمى عاده ماشي مشكل، عاده ماشي، ولكن هي ما تكونش بحال عاده سيئه، بحال اللي كيقول لك زمزم كضرب الماء خوك، داك زعما عاده سيئه. ما دي كاين اللي كيضربك بالبيض جافيل، شري اللوز كتحتفل مع سميتو مورا الصيام، ماشي مشكل. هذيك فاكهه، ولكن فهمتي اللي ماشي مفروض على المسلم. اللي بغى يشريها يشريها، ما بغاش ما يشريهاش. لا فرضتي على راسك كتسمى دخلتي في البدعه، فهمتي. اما عاده سيئه هي ديك ديال اللي كيرشوا الناس الماء نهار زمزم وشعلوا العافيه، والناس كاين اللي ساكن المراه حامله وكاين اللي مريض بقى يفرقوا عليك القنبول. وداك داكشي ما صالحش في الاسلام اخويا. داكشي واش تقول على هاد النساء اللي كيديروا الشعوذه، يعني في هاد المناسبه ديال عاشوراء؟ راه الشعوذه من الكبائر. الشعوذه راه من خارج من نطاق الاسلام. راه اللي كيدير هادشي راه الله يستر، راه سميتو المقر ديالو هو جهنم. كيقول لك مثلا ندير لي انايا مثلا السحور باش يولي يبغيني ولا يولي متقرب مني. واش نقول لك؟ شوف، كل شيء في القران. الانسان المتبع اللي بعد من القران من السنه راه كياكل العصا، فهمتي. الانسان اي حاجه الانسان اللي متدينش راه كيبغي جميع الطرق، كيبغي يوصل لهاد الهدف ديالو، اما في الخدمه، اما في الزواج، اما في التجاره. اللي ما كيكونش عنده واحد الايمان قوي بالله، كما قلت ايمان قوي كيوصل للمستوى الدنيء. المستوى ماشي ديال المسلم. المسلم راه كي الاعتقاد ديالو بالله، شكون هو الرزاق؟ هو الله عز وجل، هو اللي مكون الاسباب الاول هو الله عز وجل. الانسان راه كيدير المسائل هذه راه غير كيبعدو بينه وبين الله، وكيكثر عليه السيئات وسميتو والطريق ديالو جهنم. هذا كيدير شي ديال الشعوذه، الله يستر. الناس اللي كيمشيو يعني للمقابر كيزورهم في هاد الايامات ديال عاشوراء، كاين اللي كتمشي متبرجه، كاين اللي كيوقعوا بزاف ديال الحوايج. عاوتاني كاين الشركيات داخلين، الشركات ما زيارات المقابر كلها شركيات، لان ذاك النهار ما مخصو، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قرو قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كاينش كيتسمى بدعه. الحاجه اللي ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم كيتسمى بدعه. صراحة. رسالة منك لهاد الناس اللي كيديروا هاد العادات السيئة. الله يهديهم والله يوفقهم في الدين باش يتجنبوا هاد المسائل هادي. هادشي اللي كنطلب اليوم.